من فرنسا وباريس سان جيرمان، ورسميا غياب نيمار 4 أسابيع عن باريس سان جيرمان. بيعلن باريس سان جيرمان على صفحته الرسمية عن إصابة نجمه البرازيلي نيمار دي سيلفا وغيابه عن الملاعب. نيمار هيغيب 4 أسابيع، وهيغيب من خلال مواجهات باريس سان جيرمان ضد نيس ومارسيليا وديجون وبريست في الدوري الفرنسي، وفي الشامبيونز ليج هيغيب عن كلوب بروج في دوري المجموعات. المباراة اللي هتكون على ملعب باريس سان جيرمان والمباراة اللي هتكون على ملعب كلوب بروج. الخبر التالي أيضا خبر إصابة، الإصابة تحرم أتلتيكو مدريد من جهود سافيتش في مباراة فالنسيا. أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم عن تعرض مدافعه المونتينيجري ستيفان سافيتش لإصابة عضلية من الدرجة الثانية في الفخذ الأيسر، علشان يتأكد غياب اللاعب عن صفوف الفريق في المواجهات القادمة. سافيتش تعرض لإصابة من خلال مواجهة منتخب بلاده مع منتخب بلغاريا يوم الجمعة الماضي. طيب، محرز أفضل لاعبي مانشستر سيتي في سبتمبر. حصد الدوري الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب أفضل لاعبي فريق في شهر سبتمبر الماضي. محرز حصل على 70% من أصوات جماهير مانشستر سيتي، واللي شاركت في التصويت لاختيار أفضل لاعب في فريق بيب جوارديولا في شهر سبتمبر الماضي. وكيفن دي بروين جه في المركز الثاني، و طبعا رودري جي في المركز الثالث على حسب التصويت. دي المره الثانيه اللي بيحصل فيها رياض محرز على جائزه افضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي منذ قدومه الى الفريق. رسميا رودي غارسيا يتولى قياده ليون. رودي غارسيا المدرب الكبير، المدرب العملاق اللي تعلق في الدوري الايطالي واللي انتقل الى الدوري الفرنسي. نادي ليون بيعلن انه رسميا بيتولى رودي غارسيا قياده الفريق الفنيه بعد رحيل البرازيلي سيلفينيو. رودي غارسيا سبق لي انه كان تولى دي جون وليل وسانتيتيان، واخيرا كان موجود في مارسيليا في الدوري الفرنسي، وقاد مارسيليا من اكتوبر 2016 وحتى صيف 2019. مدرب تشيلي يتوقع ابتعاد سانشيز مهاجم الانتر عن الملاعب 3 شهور، ده بعد اصابه سانشيز الاخيره. على حسب كلام رينالدو رويدا المدير الفني للمنتخب تشيلي، قال انه بيتوقع غياب المهاجم أليكسيس سانشيز عن الملاعب لمده تتراوح ما بين 2 إلى 3 شهور بسبب الاصابه اللي تعرض ليها خلال المباراه الوديه مع منتخب كولومبيا. ورويدا في كلام لموقع فوتبول ايطاليا قال ان سانشيز قد يحتاج لتدخل جراحي لعلاجه من الاصابه، وده وسط وجود احتمال كبير لان يكون المهاجم انتر ميلان الايطالي قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبه. يعني بنتكلم يا اما 3 شهور مينيمم على الاقل، او بنتكلم لموسم كامل لو حصل وتاكد ان هو عنده اصابه في قطع في الرباط الصليبي. قلق في ريال مدريد قبل الكلاسيكو بسبب احكام اقليم كاتالونيا. زي ما قلت لحضراتكم احتمال المباراه تتلغي المقرر ليها يوم 26 اكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجوله ال10 في الليجا، وده بعد ما صحيفه ماركا اتكلمت وقالت ان في حاله من القلق داخل اوراق ريال مدريد مع اقتراب موعد الكلاسيكو، ان يخشى مسؤول الملكي من حدوث اي مظاهرات او حدوث شغب بالقرب من مقر اقامه الفريق او ملعب المباراه، للتنديد باحكام صادره من المحكمه العليا الاسبانيه بحبس 9 من زعماء اقليم كاتالونيا. ده طبعا بسبب مواضيع انفصال اقليم كاتالونيا ومدينه برشلونه عن اسبانيا، وده طبعا بيسبب قلق كبير جدا لاسبانيا. واعتقد ان شاء الله مش هيحصل اي شيء علشان نستمتع بواحده من افضل المباريات اللي بنشوفها في العالم مرتين في السنه، مره في الدور الاول ومره في الدور الثاني، ولو حظنا كويس قوي يكون في مره في الكاس ومره او مرتين في الشامبيونز ليج. مودريتش مهدد بالغياب عند ريال مدريد ضد ريال مايوركا، واكيد موجود في الكلاسيكو. لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد الاسباني كشف عن طبيعه الاصابه اللي تعرض ليها خلال مشاركته مع منتخب كرواتيا ضد ويلز يوم الاحد ضمن التصفيات الاوروبيه المؤهله ليورو 2020. منتخب كرواتيا بيتعادل مع ويلز 1-1 ضمن التصفيات المؤهله لبطوله امم اوروبا يورو 2020. تعرض لوكا مودريتش لاصابه بعد احتكاك قوي مع مهاجم ويلز الشاب هاري ويلسون في الدقيقه 87، يعني قبل النهايه بثلاث دقائق، وزلاتكو داليتش على طول قام باستبداله وارشاد زميله ميلان باديلي. توتر العلاقات مع رئيس نابولي يهدد برحيل انشيلوتي. واجه قال انشيلوتي مدرب فريق نابولي الايطالي مستقبلا مجهولا مع فريق نابولي في ظل توتر العلاقه بينه وبين اوريالو ديل لوريانتس رئيس النادي. وصحيفة الصحف الإيطالية نشرت وقالت إن أنشيلوتي ما عندوش علاقة جيدة مع أوريالو دي لوريانتس خلال الفترة الحالية، وقالت إن ممكن الفترات القادمة نشوف تغيير في القيادة الفنية لنادي نابولي.
جيرارد وتصريح مهم جدا، تمنيت اللعب 10 دقائق تحت قيادة كلوب. ستيفن جيرارد الأسطورة الإنجليزية أسطورة ليفربول قال إنه كان يتمنى إنه يلعب 10 دقائق بس تحت قيادة المدير الفني الحالي الألماني لنادي ليفربول يورجن كلوب، وقال إن على طول بيدور في بالي بعض الأسئلة كان يتوجب عليها أو علي البقاء في ليفربول، هل كان من المفترض أن أجدد تعاقدي لعام آخر؟ وبعديها قال كانت ربما ستتاح لي الفرصة التواجد في قائمة كلوب من اللاعبين. وأيضا يعني اتكلم جيرارد أسطورة الريدز وأسطورة ليفربول أن الأمور تأتي في خطير لكن اتخذت قرارا وأنا فخور بمسيرتي مع ليفربول وحتى بما وصلت إليه الآن في مسيرتي التدريبية، وأنه يرغب فيها التركيز بصورة كاملة فيما يقوم به من محاولة للتعلم والنمو والتطور ومعرفة إلى أين ستأخذه تلك المغامرة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أكيد أكيد الفترة القادمة في حالة رحيل يورجن كلوب أكيد الإدارة لليفربول هتفكر في ستيفن جيرارد أنه يكون موجود ضمن الجهاز الفني، لو مش على رأس الجهاز أكيد يكون واحد من ضمن الأسماء اللي موجودة في القيادة الفنية لفريق ليفربول. كوليبالي يرفض مغادرة الدوري الإيطالي رغم الهتافات العنصرية. موضوع بدمه سخيف جدا وموضوع يعني بدمه تقيل في الدوري الإيطالي، الهتافات العنصرية وبالأخص مع كوليبالي السنغالي كاريدي كوليبالي مدافع نابولي قال انه بيرفض الرحيل عن الدوري الايطالي رغم الهتافات العنصريه اللي بيتعرض ليها في بعض الاحيان. وقال كوليبالي في تصريحاته لصحيفه ليكيب الفرنسيه الرحيل عن الدوري الايطالي لتفادي العنصريه هذا يعني اعطاء سبب للاشخاص العنصريين اللي تورطوا في العنصريه، هم من يتوجب عليهم الرحيل، يجب علينا ان نبقى هنا ونظهر اننا حاضرون دائما. واكيد طبعا كلام محترم جدا جدا من لاعب كبير، هو عنده حق، لازم من هم متسببون في فتنة العنصرية وفي يعني كل الأحداث الخاصة بالعنصرية هم من يرحلوا عن المدرجات الإيطالية وهم اللي اتحرموا من مشاهدة كرة القدم علشان اللاعب ما بيكونش ليه أي ذنب إن هو يفضل طول الوقت يسمع هتافات يعني بتضايقه وبتأثر عليه نفسيا. فاولر كلوب رفض تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد. رفض المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي تدريب ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي. وقال روبي فاولر ان طبعا لاعب ليفربول السابق ان الماني يوجن كلوب رفض عروضا من مانشستر وريال قبل التوقيع للريدز في صيف 2015، علشان كده طبعا ده بيؤكد على احترافيه يورجن كلوب والعقليه الناضجه جدا ان هو دايما بيحب يكون مع انديه بلغه الكوره متعطشه لبطولات متعطشه لانجازات، حتى اختياره للعيبه دايما بيكون في محله. فيورجن كلوب واحد من افضل المدربين، هو بالفعل افضل مدرب في عام 2019 في جائزه ذا بيست.